تعجبنيش انا لازم نقلنا نصيحة لحبيبتي، النصيحة ديالك تحترم ورأيك يحترم، وماشي جاوبتك غير بوحدك، جاوبت مجموعة تاع الناس اللي واخدين فكرة غلط. حبيبتي انا سولت على هذا الموضوع، وكذلك سولت على موضوع البلوغينغ، فانا سولت واحد السيد بكل، شوفي هنقول لكم واحد الحاجة، يعني حنايا ماشي اغبياء، وسورتو حنا المغربيات حنايا جد اذكياء، وكنعرفوا كل شيء، واللي ما كتعرفهاش دخلي سي جوجل يقولها لك، ولا ما كتعرفيش سي جوجل دخلي سي اليوتيوب، ولا ما كتعرفيش سي اليوتيوب عندنا عده كتب، وانا في الازمه ديالي قرات اكثر من 50 كتاب. ف فاش سو فاش كنت انا في العمره في 2018، العمره ديالت 2018، ديك الساعه بديت كانت شهر اكثر في اوج العطاء ديالي. تأزمت وضرني خاطري مناش، ضرني خاطري من العرا، ضرني خاطري من حياتي، ضرني خاطري من طلاقي، ضرني خاطري من فراقي مع بنتي، ضرني خاطري من بزاف ديال الحوايج. وكنت عاجباني حياه الشهره، وكنت و جو سوي بيردو ديك الساعه، يعني دابا جو سوي بيردو، يعني دابا ماشي جو سوي بيردو، دابا بين طود حاول ما عرفت كي يقولوا ليها كيفاش غادي، كيفاش كانت تقولي لي لا جده ما علينا. المهم هزيت مشيت كاين واحد مكتب بالارشادات، كتمشي لواحد البلاصه كتسولي على الاسئله اللي عندك في الدينيه، اللي ما عندكش نتيا حدا راسك من الغرور، واخا دابا نحن حدا راسك، انا حدا راسي انا منك ومن بحالك ومن عند هذيك اللي قبل منك كتسب، وما مناش غادي نحدا راسي، وما انا لست بمغروره. مشيت عند واحد السيد كيسولوه الناس، وكاين واحد السيده ديك الساعه في المسجد في الحرم، لا ماشي في الحرم باردون، في المدينه المنوره. دخلت وسولته، استاذي بغيت نسولك شي، سيدنا الشيخ هذا وهذا، قلت لي دروك انا كاين. قال لي جمله واحده ويصيفطني فيها حالات، مشيت فيها حالاتي، قال لي واحد الحاجه عمرها ما تنسى لي يومنا هذا، قال لي الويل لمن اشارت اليه الاصابع ولو بالخير، ولو بالخير، يعني الويل لينا ولو بالخير. فهمتوا؟ فهذه كتهضر على كلشي وكتقول كلشي. بلاتي نجاوب واحد السيده قالك الاوج العطاء ديالها ناري، ما بغاتش تصرت ليا، دوزها في طميره وكاس ديال الحليب الحبيبه ديالي. بلاتي الغلاموريه تخليكم افاخ، خليني نجاوب هاد السيدة، علاش حبيبتي ما باش تصرت لك، علاش اكو بنتي ما باش تصرت لك، عندك الحقد لصق لك في مصيرنات، ولا عندك هنايا فين عندك وقف لك في الحلاقم، ها فين بالضبط عندك المشكل، علاش ما باش تصرت لك، اش نقدر نشريو من دوا باش تصرت لك، غلامورياتك حازو هنايا، علاش قولي لي اشنو ندير باش تقدر تصرت لك في اوج العطاء ديالي، في اوج العطاء ديالي. صافي يلا لايف، يلا الناس راه ما كيشوفوش فاش كتكوني زوينه بوزي وكتهضري وداكشي، نو بحال هادي هي اللي تتكون تدير بحال ماكا، باش نتي تقولي شي كلمه كتجي هاديك الكلمه اللي قلتي باش تعطيك هكا. والحبيبه ديالي لقيتي اعصابي في الثلاجه، ويلا شربه العصر ديال المانجا، ما يمكن ليش تعصبيني لحظه اللي كتخرج على بنادم، والله ما كذبتي اكزاكتومون على 100 طاد جدا، صباطك وجلبتك حبيبتي.
فلا المشكله الغريبه في الامر كتكون شي وحده قمه السم حبيبتي الا كتسممي تسممي على راسك فانا السم ديالك ما وصلنيش الانستغرام ما غاديش يخرج لي السم غادي تكتبي التعليق وغادي يمشي تو سامبلومون ما غاديش يعني ما غاديش تحركي فيها حتى شي ساكن سكينه خليك كيف ما كنتي رجعتي كتجاوبي الا خصني نجاوب على بعض الكومونتيرات باش خصهم يتعلموا بغيناهم يتربوا وكيضحكوا فينا البراني وحده كتقول لك ما باتش تصرت ليها لا تصرت ليكش حبيبتي ما تصرت ليكش ما باتش تصرت لك ما تصرت ليكش حبيبه ديالي ما تصرت ليكش المهم دوار ديال قبيله واعره ما خصي تيسمعوا غير داكشي اللي بغاو الموضوع كله ساعه هذه وانا كنهضر هضرنا على الخدامه هضرنا على المعلميه هضرنا على الصنايعيه هضرنا على مال الطاكسيات هضرنا على المساعدات البيت هضرنا على هادي هضرنا على هذا هضرنا على الكوتشيه هضرنا على القفطان هضرنا عليا هضرنا على كل شيء هي شدت اوج العطاء فكنت في اوج العطاء ديالي ودابا الحمد لله في اوج العطاء ديالي بتات خنتي عندك لا من الحمد لله من شويه درت قليل خدمت ونوض وفقت مع 8 الصباح وجيت خفاي فوق باش نتي تعرفي عليا انا فهمتي يعني انا ماشي قاصه نعسه فوق السداري وكنقول لك جيت تفر نو ماشي اون طرافاي تري تري فور خاصكم تعرفوا ا كيل بوين كنخدموا على هاد لي باج باش نقدروا نوصلوهم بطريقه زوينه يعني شوفوا نقول لكم واحد الحاجه الاغلاط كنديروهم اي واحد كيديرهم قدرت انا باقي كندير الاغلاط لانه انسان بحد ذاته غلط فهمتي حنا اصلا غلط حنا اصلا مخلوق مزيودين بالغلط اللي خلاه هذا هو كلشي كيغلط ولكن كاينين شي حوايج اللي كتبقى تتسكيفي الاغلاط فهداك بحكم انك كتسكيفي الاغلاط ديالك فهذا بحد ذاته راه عمل وشتي انا غير باش نوض دابا ودارني حلقي ومريضه ودارني راسي وما كرهتش نجي ندور جوج حامضات هنايا وجوج خيارات هنايا ونعود راسي ونلبس الشبنور تاع موي جده ونلبس الكالون وندير شي تقاصه ونشرب السيرو ونبقى كنقول لها ما كاينش اللي بينوض يدير لي شي حاجه في الدار خصني نوض نكمل اون بلوس خصني نوض نشوف حباباتي وهلياتي وصحباتي اللي كاينين كيتسناوني اللي الساعه هما كيقولوا لي بنات اللايف 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 باسكو درت مع البنات من ورا التراويح يوميا ان شاء الله مع العشرات اللي غادي يكون لايف دردشه اللي هو هذا ونتاع 4:30 غادي يكون ديال المحتوى اللي هو في اوج العطاء ديالي نزيدو كل باقي يقدر تكون تصرطات ليك حبيبتي ونمشي نجيب شي كاس العصير من عند دوك الدراري نيت اللي بغيت نمشي نم ندير لهم الاشهار السلام عليكم سي تري جولي طون سالون اوفير اي جون ميرسي الحبيبه ديالي الكبيده سكين القفطان نشوف طبعا انا العيله مولاتي السر والجمال والزين يا لالا مولاتي يا لالا مولاتي الكل كان عندي شي صوت انا ويلي 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 وحلات لها مسكينه صافي بس ما قلت لي قلت شوفي صاحبتي المهم غزالين للشن هاد سنيسلات من عند اشراق بيجو رخيصين دايرين شي 200 وزيد و سي جو مي ترومبا ومع لخويتي الحلقات ديالهم وعندي خويتين ديالهم زوينين حتى انا هادشي ما بقيتش كنشري في الدب ما نكذبش عليكم انا مع اشرق بيجو حبيبتي مجوده الحبيبه ديالي شوفوا باش نجاوبك خويتي سكنت حال في الوزن ديالك الوزن 66 65 تاع مارسلونا تحيه الناس تاع مارسلونا وداك الكادو ديالنا نتوما اللي بديتو تشريو ليا الكادو مالكم دايرين هكا راه غتصكم فينا يا بطاطا ما عرفتش فينا يا بطاطا هادي بطاطا زوينه كانت معايا في سويسرا كنت كنحبها
عيد ميلاد سعيد، جلامور، كلام بزاف، كارم بزاف. ما فهمتش. الله انا وصل ل 77 كيلو. نو بلوكي واحد خيتي ما نبلوكيهاش، خليها تشوف في الزين كيفاش. وانا من عطاه الله، انا بهاد النوبات بحال هاد النوع هذا كنقول لها شوفي لهاد النوع بتاع غلاموريه تكحزو شويه، تكحزو هنا، كحزو غلاموريه. انا بهاد النوبات هاد النوع هذا كنقول لها عرفتي واش هاد الزين كله انا هزاه بوحدي؟ انا ما عرفتش، انا بالضبط كنسول راسي الصباح وعشيه كنقول واش هاد الزين هزاه بوحدي؟ تبارك الله غلاموريه تسكتوك حتى هنا. كنقول تبارك الله هاد الفن وهاد حبيبي واش من زين، واش من حداقه، واش من تاوي. شوفوا الزين تبارك الله ما شاء الله عليا، مولانا يحفظني ويحميني لكل من يحبوني. الكلاموريه كحازو 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 خليوني. فانا كنقول بعد النوبات هاد الزين كله انا اللي هازه. مثلا هاد الزين وهاد التباته وهاد الرزانه، واش هو اللي كيخلي بحال هاد النوع يهضر؟ لا مازال ما توجدوش، باقي ما كملت معها. ليه بتحطوا نفسكم في مواقف بايخة؟ طيب ما تجي اجي ندير انا وياك واحد تشالنج دابا، ها هما قدام هاد الناس، طلعي معايا لايف، يلا وريني وجهك، طلعي معايا لايف نشوف انتي اللي زبينه وفنه ومؤدبه ومكلخاش. طلعي معايا لايف يا حبيبه ديالي، قلت لك مولانا ستر، طلعي معايا لايف نشوفوك، طلعي منصة نشوفو طريقة الهضرة ديالك، نشوفو طريقة الجلسة ديالك، نشوفو التقديم ديالك اشنو بيكون. ايوا طلعي، ايوا صيفطي ليا. الا لا انا نعطيك الميكروفون، يلا فينك فينك، شتك مشيتي ولا اولا مشيتي؟ طلعي ما تخافيش ما تخافيش، غير طلعي. اش طلعي معايا حبيبتي اللي ندير انا وياك ان تشالنج. انا ما نهضرش، اقسم بالله ما نهضر، نعطيك الميكروفون غادي نخليك قدمي لي موضوع تبهريني. يكون عندك ام برودوي حطيه لي، بغيت نشري من عندك، ابهريني وريني حبي جيمي جمولة الفنة. انا ما عنديش مستوى دراسي، ولكن عندي مستوى تربوي. با رباني ما ندخلش نسبع عباد الله في اللايفات، با رباني قبل ما ندخل لعالم السوشيال ميديا نشوف ولا ما عجبتني شي وحده نقول طفو على زمره بيني وبين نفسي، وما نخرجهاش للناس كتابه. يلا طلعي تفضلي طلعي معايا، حتى انا دروك اتحداك انا كتقلبي تقبلي. واش انت في نظريتك الدراسه هي اللي كتخلي الانسان مربي؟ لا حبيبتي، كاينين ناس بزاف قارين دكاتره وما مربينش، كيدبزو في الزنقه بالكلاكسون تلقايها، ولا تلقاي خارج راسو تيسب، كتلقاي بحالك كيسب في عباد الله اللي ما كيعرفهمش، كيحكم عليهم من لي ريزو سوسيو، كتلقاي وكتلقاي 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 وكتلقاي. فانا خليت لك المستوى الدراسي، انا كاع ما قاريه. علاش في المغرب كيعاونوا السمرات؟ وهذا هو المشكل، خصنا نمشيو نصبغوا ريوسنا بالبيض باش نقدروا نعجبوا بعض من البنات اللي كيكونوا، بعض من البنات اللي كيكونوا بيضات وكيتوقفوا عند الجمال البيوضي. لا حبيبتي، الوعي والتربية كتفوق وكتفوت القراية حبيبتي، لأنه كنتي كنتي مربية وقارية ما غاديش تهضري بهذيك الطريقة، ولا كنتي قارية فدوماج اللي ما رباكش. واخا ما نبغيش نقول، ما نبغيش نقول والديك ما رباكش، لكن بوتيتر انت اللي ضلع عوزة فقط. ف
فاش غنقول لك الله يهديك حبيبه ديالي واد العواشر ما عندي ما نقول لك. فاي وحده كتبغي تطرق شي سم فشي وحده تتخرجي. شوفي حبيبتي ايمي غير بردي بردي كلام كيدخل ما كيدخلش حتى من هنا، بنقول لك كيدخل من هنا وكيخرج من هنا ميم با ما شيري. غتقدري تاخذي الميكرو والا كنتي قلت لك ازر زوين الشعر، الا كنتي قلت لك مراه مثقفه طلعي ونهضروا شي مده. انا بغيتك تقولي لي طوب بروبليم فاس افيك مو نو. قبل انا كانت كتجي شي وحده بحال هادي وكنعطيها وكنواطيها في الانستغرام فقط، يعني كنجاوبها في الانستغرام. فدابا لقيت حته نكره. المهم دابا غادي نخليكم البنات والله الا لحم ديال والله العظيم ما كذبتي الا لحم ديال السم والحق قسما بالله. وي وحده كتسبك حيت انتي سمراء، هذا راه سميتو لو غاسيزم ا ما شيري، سميتوها العنصريه. الا لا القاريه راه حنا ما بقيناش في الجاهليه، راه بحال الابيض بحال السمر بحال الشينوي بحال المعوق بحال اللي برجلي بحال اللي براسو بحال اللي بودني بحال كلشي. الا لا بحال السمراء بحال البيضه. مهمتي خصني نمشي ندير الحمد راسي. خليكم البنات جفو زين جفو لوف. ما سخينش حتى انا ما سخيتش بكم لاموي الحبيبه لاميا الزوينه. ما عملت نشرك الاكسجين، لو كان الاكسجين كيتشرى فاكيد غادي نكونوا حنا مجموعه قليله من الناس اللي بياض قلبهم جميلو. ما انتي شوفوا الله يستر السمره مثل التمره. شكرا خويا محمد. ويلي نو غست نو جد بارتيغ والله ما سخيت حتى انا ما سخيتش بكم. كان لايف جد جميل ومبغاش نطول على البنات. حتى انا عندي دي تخوك خصني نديرهم في الدار، نعاود ندور شويه باش نبطر. انا كل ساعه عندي برودوي نجيبو من هنا نتي من هنا نتي من هنا نجيبو من هنا نتي من هنا، يعني شويه كنخدم شي شويه على راسي في الدار. كنتمنى نكون ما طولتش عليكم والله يهدي ما خلق وشكرا بزاف للمتابعه ديالكم ونشوفكم غدا ان شاء الله مع العشرة. اللايف ديالي راه ما كيطلعش للناس جو سي با اشنو هو البروبليم، الا ما يتحل البروبليم مره عودوا ديروا طليله عليا في اللايف ديالي يعني في الصفحه ديالي باش تقدروا تلقاوني. و نوح لكم بالنسبه للقميص ديالي انا غادي نصورو لكم ونحطو ويلي جاتني شاقه باردون جاتني ونحطو لكم في لي ستوري ونحط لكم مولات الحساب اللي هو انيا بريفيليج. جفو زام جفو لوف نهار جميل و الله يدخلوا لنا بالصحه والسلامه وباش ما تمنينا يا ربي كاملين. والله يهدي هاد البنت جاتهم حتى انت ما نجيتيش عزاد ضدك وكنتمنى تغيري الفكره ديالك عليا وبيزوات. باي باي البنات.